هحضر لو حاجه زي كده، مش هحضرها. لا نسال مدام منى بقى ومروان اللي معانا دلوقتي بالصوت والصوره على الهواء مباشره. مدام منى برحب بيكي في البيت الكبير، كنت اتمنى ان انت تكوني موجوده هنا بتنورينا، بس برضو منورانا من البيت انت وكابتن مروان، وانا بحييكي على مجهودك، وده دور كبير جدا جدا. انا عارفه انه حضرتك رقم واحد، السبب فيه بعد ربنا طبعا سبحانه وتعالى، فانا بحييكي جدا جدا على يعني تقديمك لينا وللعالم مصطفى ومروان كمان اللي جاي في السكة ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله، وفرصة سعيدة قوي صراحة. يعني مرسي جدا ليكم، والاول برحب بقناة البيت الكبير والقناة الاهلي وكل الموجودين، ومرسي قوي للتقديمة الجميلة دي. لا يا حبيبتي، ده اقل واجب. انا عايزه اعرف بقى دورك، يمكن النهارده مصطفى بقى رقم صعب جدا جدا في وسط المنافسين، وده ليه دور كبير جدا، مش بس مهارته في اللعبه او انه موهوب او لا، في دور اكيد حضرتك بتقومي بيه لسه، حتى سياده العميد كان بيقول في طريقه اكله، في نومه، في حركاته، اكيد حضرتك معنيه بشكل كبير في الموضوع ده. قولي لي بتعملي ايه مع مصطفى؟ تضحك على ايه؟ لا تضحك على ايه؟ كانوا سبقوا شويه، كانوا شافوا. لا لا، هو موضوع النيوتريشن طبعا موضوع يعني مهم جدا بالنسبه لمصطفى واي بطل يعني عايز يكمل في اللعبه او في اي لعبه تانية يعني غير السكواش، لازم موضوع التغذيه ده مهم جدا. والعامل الاساسي طبعا البيت، اكيد طبعا. لا يعني ما فيش زيوت، ما فيش زبدة، ما فيش أي حاجة، ما فيش أي نوع من الحاجات دي، حاجات ما تبقاش دسمة يعني. وإحنا كل أسبوع بيتغير لنا البلان يعني بتاع التغذية، ف يعني الحمد لله الحمد لله. طبعا البيت ليه دور أساسي، وأكيد هو برضو يعني مصطفى ليه دور كبير برضو، لأني برضو جهد عليه اللعبة يعني. عايزة نوم، عايزة أكل كويس، عايزة تمرين كويس، عايزة فتنس كويس، يعني كل الحاجات دي برضو بنحاول نرتبها له والله هنا في البيت يعني، يعني على قد ما بنقدر. وهو برضو طبعا يعني طالما عايز اللعبة هو يعني بيحب يتحسن فيها، فمساعد نفسه ومساعد المجهود اللي البيت بيقوم بيه أكيد. ده كمان غير بجانب الدراسة يعني طبعا، جانب الكلية كمان طبعًا. يعني الكلية برضو الحمد لله ان الأكاديمية مقدرة معانا الموضوع ده، بس ساعات يعني بيحصل حاجات كده تطشات كده معاهم، بس الحمد لله يعني عشان موضوع التصاريح يعني بتعدي. وانتقالات وكده ولا طبعًا. طبعا السفر كمان، والسفر السفر، لاني يعني هو لولا موضوع كورونا كده ربنا يا رب يحمي البلاد كلها يعني كلها منه ان شاء الله ويتعدي الأزمة دي على خير. بس موضوع السفريات دي لازم الكليه طبعا التصريح. احنا بنسافر حضرتك مثلا 12 بطوله في السنه، ده كان طبيعي قبل موضوع الكورونا، ليه 12 سفريه في السنه، من 12 ل 14 سفريه. بس في وقت الكورونا ده خلاه تقريبا يسافر 5 أو 4 مرات بس، صح؟ الامور طبعا تخلصت، ودور مصر عظيم جدا جدا جدا، ودور مصر الشباب والرياضه. مصر عملت بطولات جامده، والسيد الرئيس مصمم ان البطولات تتعمل ومصر تستضيف. صحيح. هي الامور كلها يعني العالم كله ياخد يكون متوقف، مفيش غير مصر الوحيده المستضيفه، ومصر في الحته دي معطاءه ودور درس كبير جدا في بطوله اليد اللي فاتت دي. العالم كله ازاي تقدر تنظم في الظروف الصعبه دي اللي محدش عارف يعمل اي حاجه خالص، منتخب على ارضك حاجه صعبه جدا جدا جدا، محدش كان متخيلها يعني. فالحمد لله. وفي بطوله برضه بتتنظم في مصر سكواش، والشهر الجاي في برضه بطوله بلاك بول في التجمع الخامس نادي متخصص في السكواش، برضه مستضيف بطوله كبيره قوي ان شاء الله. فبرضه دي حاجات كلها تحسب للدوله نفسها، الدوله بلاك المصريه. بلاك بول دي انا عايزه اتوقف عندها كتير جدا لان هي بطوله عالميه، وانا عايزه اتكلم فيها بس بعد ما نروح لمروان، لان مروان كمان لاعب موهوب في السكواش. فايه اللي حببك يا مروان في اللعبه؟ عمك مصطفى كنت عايز تقلد فلقوك موهوب فكملت فيها برضو، ليه مش كره القدم يعني في الاول خالص، ما فكرتش في الكوره ولا فكرت؟ تحكي لي شويه. اي عمي، اول حاجه يعني كان هو اللي اسسني في السكواش وانا عندي 7 سنين كده، واخدت بطوله الجمهوريه اول
ما شاء الله عليك. انت عندك كم سنه دلوقتي؟ 13 12 12 12 واخدت بطولة عربية في اخدت بطولة عربية وبطولة ارضك اول وبعد كده بقى وقف السيزون بقى. هما عندهم الناشئين شوية وقفت في مصر في الفترة الجونيورز يعني وقفت شوية بسبب الكورونا. الاتحاد يعني متأثر شوية بموضوع الكورونا فمش عارف ينظم للناشئين هنا فابتدى تاني ان هو ينظم بطولات زي الكورة في الناشئين برضه توقفت او اتأجلت يعني خلينا نقول اتأجلت يعني هم هيبتدوا بس هم الشهر اللي جاي ان شاء الله شهر 4 باذن الله هيقرروا ان هم يبتدوا باذن الله تاني ان شاء الله باذن الله. كنت بسأل مصطفى قبل ما تكون معانا يا مروان عن فكرة ان انت ممكن تواجه اخوك بعد كام سنة قريبين جدا، فكرت ولا ما فكرتش فيها دي؟ لا وتنك قوي يعني هو ممكن قوي على فكره بيقول لك تنك وانا عايزاك ترد على الكلمه دي. ايوه هكسبه ان شاء الله حبيبي. وانا بقى بشجعك. انا بشجعك انت. ليه بقى؟ لان مصطفى يعني انا عارفه مدام منى هو شقي جدا جدا مساعدك في النوم. مروان اشقى على فكره والله. لا 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 ده هنا بقى ده الكلام كبر. احكي لي معاه في البيت بتعملي ايه بقى مع شاوت الصبيان؟ يعني مين اللي تعبك اكتر؟ بتعملي فيهم ايه يعني لما بيتشقوا كده؟ والله هم بصي انا كمان في اتنين كمان ولاد اختي برضو معايا برضو في البيت. مش عايزه اقول لك يعني الدنيا عامله ازاي في البيت. طب يعني انت عارفه الولاد متخيله لا واحنا دلوقتي في وقت مذاكره كمان عشان في امتحانات داخلين على امتحانات فمش عايزه اقول لك الدربكه المعموله. وطبعا مصطفى في اجازه دلوقتي وهيدخل الجامعه فمصطفى ايه بيهرج معاهم كتير. تقولي لده بس اسكت تلاقي كله بقى كل البيت. انت محتاجه تفصلي القوات عشان انت صعبتي عليا حقيقه. والله لا افصل تفصلي خالص يعني والله بجد. والله لا ربنا يعينك. كفايه ستريس البطولات بقى. طبعا لسه الشهر الجاي ان شاء الله كابتن مصطفى عسل عنده بطوله في شهر مارس. ان شاء الله بلاك بول ان شاء الله ان شاء الله يعني ان شاء الله جاي الشهر الجاي. مش الشهر الجاي خلاص يعني كمان 10 ايام تعتبر. بيتابع المنافسين بيتابع مين من المنافسين في الادوار النهائيه؟ مين بيحضر لمباراه ولا البطوله كلها بيفكر فيها ازاي؟ يعني كلميني كده عن تحضيراته قبل ما اروح. يعني مصطفى صراحه في حاجه ميزه كويسه قوي في مصطفى ان هو ما يحبش يشيل هم الماتش اللي هيجيله ودي كانت الصراحه اللي بيساعدها فيه مدربينه وباباه كمان في البيت. يعني الصراحه دايما ما بنفكرش في الماتش قد ما بنفكر ان احنا خلاص عملنا اللي علينا وعملنا الواجب بتاعنا خلاص ندخل يعني انجوي بقى صح ونبص على اللعب بتاعنا. فمصطفى الصراحه عمل تارجت كبير قوي يعني الفتره اللي فاتت دي والحمد لله ده ربنا كريم يعني وصل دلوقتي ال 12 على العالم ولسه كان بيلعب الشرباجي في ده بطل العالم في السكواش وطبعا فرصه كبيره لمصطفى ان هو يلعب مع محمد الشرباجي طبعا لعب معاه طبعا وكان من حسن حظه يعني وكان في جهانشر برده لاعب العالم برده الباكستاني في اسطوره السكواش يعني فبرضو كان يعني من حسن حظ مصطفى ان شافهم هما الاثنين يعني وبس لعب مع محمد ودي كانت اول مره يلعب مع محمد الشرباجي. اي لاعب سكواش بيتمنى انه يقابل جهانشار خان ده زي انا اعرف ان هو طبعا اسطوره اللعبه ده في جهانجير وجهانشر عظيم العظماء على مدار التاريخ يعني ما حدش حقق ارقامه دي حاجه ان شاء الله. بس مصطفى قدر كمان قدرت ان انت تتغلب في البطوله دي على محمد الشرباجي. احنا بنتكلم على بطل عالم يعني محمد قدوتي في اللعب يعني محمد بحب اشوفه يعني بحب محمد محمد هو بيقول لي يعني شايف فيك ان انت
خلفتي يعني. فانا اتكلم قال كده في البطوله يعني نفسها قال كده الراجل يعني بصراحه قال انا بحب اشوفه بحب اتابعه من وانا صغير بشجعه جامد جدا يعني فعلا يعني في كيمستري ما بيننا يعني. فلما العب معاه طبعا كان حاجه صعبه عليا والبطوله طبعا كان قصاد يعني وزير الدفاع الباكستاني هم هناك اللعبه بالنسبه لهم طبعا عشان الاساطير جانشر وجانجير الناس دي طبعا فبيبقى يعني استاد فعلا بيتفرجوا على الماتش وكده. وطبعا ان انا العب قصاد الاسطوره دي اسطوره جانشر خان ده واخد 8 بطولات عالم ورا بعض ده حاجه ما حصلتش في اي رياضه عامه من 20 سنه على مدار 20 سنة. صحيح يعني لحد ما كان بياخد منه جيم ده كان بيبقى حاجه يعني حدث حاجة حدث طبعا. فانا مبسوط مصطفى قوي قال له ما انا لسه عايز اعرف اللي دار ما بينه وما بينه طبعا هو اسطوره اللعبه دي بس المباريات. والسؤال برضو موجه لحضرتك يا سياده العميد اللعبه لما بيلعب بطوله مثلا مهمه زي دي بتفضلوا ان انتوا تتابعوها في بتسافروا مثلا معاه او تتابعوا مباراه كبيره هنا ولا لا من البيت او تعرفي النتيجه على طول تقلقي؟ لا احنا بنتفرج لا بنتفرج في يعني بنجيبها لايف في ساعات يعني ولو البطوله متذاعه او يعني المره اللي فاتت كان في باكستان كان النت عندهم صعب جدا فكنا بنشوف بالتقطيع كده بس الحمد لله يعني البطوله عامه في باكستان كانت على كل التلفزيونات بتاعت باكستان وكده فهم قاطعين البس عن الانترنت خالص ما فيش حد يعني حقوق البس ما ينفعش فكانت على القنوات بس في يعني عندهم هم كانت على كل يعني على التلفزيون الرسمي ما ينفعش حد يذيع لايف مليانها اهتمام قوي قوي يعني هو بس بس كده. فانا بتمنى لك كل التوفيق مشوارك. انا عارفه انه مشوارك اكبر واصعب كمان حتى من مصطفى بكتير. ربنا يعينك عليهم وانا بشكرك جدا شرفتينا مدام منى حقيقي. انا الاسعد والله وشرفتونا وميرسي جدا. واحب اشكر برضو كل البرنامج كل المذيعين والتلفزيون وكله والفيديو وكل الكاميرات برضو اللي ورا الكاميرات برضو كتر خيرهم. فاحب اشكرهم كلهم يعني صراحه واشكركم طبعا واشكر قبل اي حاجه الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي هو اللي خلانا برضو ان البلد كلها تقوم بالبطولات وبالرياضه ونرجع تاني للرياضه لان كان خلاص كنا فقدنا الامل خالص في الرياضه انها ترجع صحيح في عز الكورونا. فالحمد لله يعني رجع ولعلمك يعني احنا بالنسبه للسكواش كله دلوقتي كل العالم بيتفرج علينا وعايز يعمل البطولات كلها هنا في مصر صح. فدي حاجه يعني تحسب له والحمد لله يعني ان قدرنا نوصل للنقطه دي. النهارده لسه كنا بنتكلم عن بطوله افريقيه في كره اليد منتخب الشباب تحت 21 سنه الطايره. فالنهارده ده برضو انجاز بيحسب لمصر. خلاص انت بتقولي للعالم لازم نتعايش نتعايش خلاص. ما انت مش عارفه تخلص امتى يعني ما انت مش عارفه تخلص امتى. احنا مش عارفين ده وباء عالمي ومش عارفين مش عارفين هيخلص امتى. مش هنعطل حياتنا كلها عشان خاطر بتاع ده. فهو فعلا بدا الخطوه دي رغم ان كان في اعتراضات كتيره بس الحمد لله تخطينا الحته دي وخلاص والحمد لله والدنيا لازم تمشي. صحيح. ما هو كده كله هيتعطل. صحيح. انا بس عايزه في الاخر الحمد لله الحمد لله يا رب. انا عايزه مصطفى توجه كلمه لمروان وهو يرد عليك عشان نسمع صوته تاني. قول لي كلمه توجهها له بقى وهو اصغر منك يعني شايفك بقى شايفك قدوه يا مصطفى. لا ما هو مش شايفني قدوه خالص. ايه مش شايفني قدوه خالص. لا هو بيحب رامي عاشور قوي. رامي عاشور يعني هو مروان يعني دايما اللي هو حتى دلوقتي اللي هو اخش اكسبك يعني ما فيهاش نقاش يعني هو عنده ثقته في نفسه عاليه قوي. طب ما دي حاجه كويسه جدا. طب حاجه وحشه بس بس هو لا هو ان شاء الله يعني يبقى مستقبل مصر الفتره اللي جايه دي ان شاء الله ويرفع اسم الاهلي ان شاء الله كده لفوق دايما. هو لعيب هو مجتهد يعني بس بيجي بالزق بس هو طبعا مع الوقت هيفرق طبعا. دورهم معاه صراحه دور خرافي يعني عكسي يعني معايا طبعا عملوا دور جامد جدا بس انا كنت بجتهد يعني اكتر منه بس هو عنده التالنت بس عايز يتزق شويه فبس هو طبعا لعيب يعني بابا بقى طبعا زي وراه بس ان شاء الله يعني يبقى حاجه كبيره يبقى احسن مني ان شاء الله.
رد يا مروان بقى على مصطفى في الاخر، رد على رد على الكلام ده. هو انا ان شاء الله كمان 4 سنين هلعبه في بي اس اي وهكسبه ان شاء الله. يا رب. وانا بشجعك برضو يا مروان، انا بشكرك جدا. شفت الثقه دي؟ ثقه. لا عمياء يعني ما شاء الله. انا بشكرك جدا يا مدام منى. ميرسي جدا، شرفتينا بجد. ميرسي قوي ليكوا. انا اللي بشكركم. ميرسي، انا الاسعد والله. ميرسي قوي ليكوا. شكرا ليكي. شكرا كابتن مروان. انا انا المتنبئه لمروان بمستقبل باهر يا سياده العميد. لا حقيقي يعني طريقته حتى في الكلام عنده شخصيه اللاعب حتى رقم واحد، يعني شخصيه اللاعب البطل. عنده ميزه ان هو شايف يعني الدنيا كلها قصاده. يعني مصطفى كان بتحسس السكواش في الاول، لكن مروان قاعد تحت الباب الازاز بتاع الملعب بيتفرج عليه من هو عنده 5 سنين 6 سنين. فلقط.